وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناتكم جلوبال. قبل البدء لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. تأجيل محاكمة البوشي إلى غاية 26 من شهر فبراير. أجلت محكمة سيدي محمد اليوم الأربعاء جلسة محاكمة كمال الشيخي المدعو البوشي رفقة 6 متهمين آخرين إلى تاريخ 26 من شهر فبراير المقبل. وتم تأجيل جلسة اليوم الأربعاء نظراً لوجود عراقيل في استخراج المتهمين. وخصت جلسة المحاكمة التي كانت مبرمجة اليوم تهماً تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لموظفين عموميين بغرض استغلال نفوذ إدارة أو سلطة عمومية والاستفادة من سلطة أو نفوذ فعلي لموظفين عموميين، بالإضافة إلى الامتناع عن أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه. القضية متابع فيها كمال الشيخي المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين، بالإضافة إلى بن زهر عبد القادر سائق الهامل، العربة كمال رئيس بلدية بن عكنون سابق، ومهمل محمد جلال الدين والي سابق، خالد تبون ابن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هادف مسلم وكيل جمهورية رئيس محكمة بودواو، يوسف صادق وكيل جمهورية مساعد نفس المحكمة. ليصلكم كل جديد لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا. دمتم في رعاية الله.